وهذه التحديات الصباحية ضمن شارة الديوان التاسعة التي تحمل منافسات سن الإذاعة في صباح هذا اليوم. شوطنا الثاني مشاهدينا الكرام يسير أمام حضراتكم حاملا لنا في طياته فئة الأبكار لإذاعة المهجنات لهجن أصحاب السمو الشيوخ ولمن يرغب من أبناء القبائل. نسير إلى المراكز الأولى للبداية وإلى الصدارة لنتابع هذا الشوط ونتابع الإذاعة الأبكار المهجنات والأسماء الحاضرة في هذا الشوط الجميل. نبدأ مع المركز الأول، نبدأ مع البداية. خود تتقدم بالمركز الأول، عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي يتقدم من خلال تقدم خوذ بالمركز الأول في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل يأتينا شعار بن غدير في المركز الثاني مع أيضا انطلاقة أحد الأسماء الجميلة هنا عالية عالية في المركز الثاني تأتي بهذا الأداء المميز. سالم بن سعيد بن غدير الكتبي يقدم لنا عالية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه كون سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا كون في المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الفاتنة هي القادمة في المركز الرابع، قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يقدم لنا الفاتنة في المركز الرابع. المركز الخامس تعابير، سالم بن بخيت بن طريبيشي المنصوري يقدم لنا تعابير في المركز الخامس. سادسا الحذرة، عبيد بن سالم بن عبيد الرايحي يقدم لنا الحذرة على المركز السادس. والمركز السابع، سابع المراكز والتغيير إلى المركز السادس، هذه هيبة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما المركز السابع هناك ملوح سلطان بن علي بن سعيد الحبسي يقدم لنا ملوح في المركز السابع. وثامن المراكز تأتينا صروح لمحمد بن علي بن هزيم المسافري يقدم لنا صروح، أحد الأسماء المتميزة اللي يقدمها هذا الشعار الجميل. أتابع أيضا مخيفة عبيد بن علي بن هلال الخاطري يقدم لنا مخيفة. هكذا هي المراكز الأولى المتقدمة، الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط وفي هذه المنافسة الجميلة. عودة من جديد إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى عالية عالية الأداء. هنا تأتي في الأداء الأول بالانطلاق الأول بالتحدي الأول سالم بن سعيد بن غدير الكتبي يقدم لنا عالية على المركز الأول وعلى المسار الأول. منتصف المسافة 3 كيلومترات، بقى لدينا 3 كيلومترات عن نهاية هذه الشوط. المركز الثاني الفاتنة، الفاتنة تأتي بثاني المراكز لقطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يقدم لنا الفاتنة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث كون يا كون القادمة كون سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم هنا. المدهوشي يقدم لنا كون على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع خوذ عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي يقدم لنا ابو سالم انطلاقة خوذ في المركز الرابع بهذا الأداء بهذا الحضور الجميل. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هيبة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يدفع باسمين متميزين في هذا الشوط. المركز المشاهدين الاعزاء السادس تعابير، سالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري قادم يقدم لنا تعابير في المركز السادس. وفي المركز السابع الحذرة، الحذرة عبيد بن سالم بن عبيد الرايحي العليلي يقدم لنا الحذرة في المركز الثامن. و هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء المركز التاسع وقادمه ايضا صروح لمحمد بن علي بن نزيم المسافري يقدم لنا صروح. هكذا هي الاسماء مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام والمراكز الاولى المتقدمه. ونتابع المركز التاسع، المركز التاسع هنا وصلت اللي هي مخيفه لعبيد بن علي بن هلال الخاطري، والمركز العاشر ملوح سلطان بن علي بن سعيد الحبسي قادم
إذا 10 أسماء مشاهدينا الكرام، 10 شعارات، 10 أيضا أدانات مميزة حاضرة في هذا الشوط، ونوعيات جميلة وشعارات لامعة، شعارات متميزة تحضر في هذه المنافسات. العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة وإلى المركز الأول. الله يا بن غدير يقدم لنا عالية عالية بالمركز الأول. سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي يقدم الأداء الجميل في أول المراكز. وصلنا لوحة 1500 متر، هذه أيضا المسافة المتبقية من عمر هذا الشوط. المركز الثاني لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا هيبة، هيبة في المركز الثاني. المركز الثالث خوذ عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي. بينما المركز الرابع من الجانب الآخر، هذه الفاتنة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي قادم. المركز الخامس، يا سلام يا سلام يا سلام، الانطلاق الجميل، التحدي المثير أيضا من وصلت تعابير سالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري. والكيلو الأخير ما بقى عن خط النهاية، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الأداء الجميل، شوفوا الأداء الرائع، بسم الله ما شاء الله. ها هي مشاهدينا الأعزاء تسير بهذا الأداء، عالية بالمركز الأول، عالية بالأداء الأول. مشكور يا سلطان سلطان الحميدي أيضا المتابع لانطلاقتها بالمركز الأول بالأداء الجميل هنا بالتحدي المثير. 500 متر الأخيرة طارت عالية بالأداء الجميل، بالأداء الرائع. تهانينا وناموس لسالم بن سعيد بن غدير الاكتبي على هذا الأداء المميز والأداء الجميل بانطلاقة عالية. سلام إلى مرغم. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن غدير الاكتبي على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. تهانينا للحميدي بن سالم العمري، ومشكور يا سلطان الحميدي بن سالم العمري المرافق لانطلاقة عالية في المركز الأول. سلام مرغم. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شعار بن قطامي السويدي أتى في المركز الثاني، الفاتنة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. المركز الثالث هيبة لسالم بن عامر المدوشي. المركز الرابع كانت تعابير سالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري. والمركز الخامس شعار بن سليم مع خوذ عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. تهانينا وناموس لسالم بن سعيد بن غدير الاكتبي على هذا الأداء وهذا الانطلاق الجميل.